فقرة خاصة بالجمال من خلالها رح نعرفكم على منتج، هيدا المنتج جبناه لكم بناء على طلب العديد من الأشخاص. اليوم نحن عم نقدم لكم من ماركة كوتور باريس فرشاية ولا أحلى، واللي بيميزها أنها هي فرشاية بتمشط الشعر بتملس الشعر، يعني اثنين بواحد، بجودة جدا عالية، صناعة فرنسية، وأيضا عم نحكي نحن على تقنية كتير حديثة لتقدروا تملسوا شعركم بكل سهولة. بتمشط الشعر مثل ما قلت، بتخليكم تتخلصوا من كل التشابكات اللي بتكون موجودة بالشعر، يعني تمشيط الشعر الصبح صار ولا أحلى ولا أسهل ولا أسهل. ومنحكي كمان على جودة جدا عالية، رح نتعرف على كل التفاصيل بسياق هيدي الفقرة، وما ننسى السعر التنافسي اللي أنتم عم تحصلوا عليه، لأنه هي عبارة عن فرشاية وبنفس الوقت مملس للشعر. طبعا لكل اللي عم يتابعونا وحابين يطلبوا الفرشة اللي نحن مقدمينها لكم اليوم، هيدي الفرشة رقم المنتج لها 75910. خليني هلا سارة، أنت بتعرفي أنا قديش مهووسة شوبينج، أنا كثير بحب الشوبينج مثل كل الصبايا. طبعا هيدي الفرشه منا غريبه، يعني دائما بنشوفها بالاسواق، بس نحن مقدمين لكم براند كثير عالي الجوده. بيختلف هون عندنا الفرشايه اللي نحن مقدمينها، اول شيء وزنها كثير خفيف، صح. غير الفراشه بتكون موجوده بالسوق. هون هيدا السلك معنا بينلف، بالتالي ما بتعذبنا الفرشايه وقت ما نحن عم نمشط شعرنا وبنملسها بنملسه بنفس الوقت. ثاني شغله نحن هون عندنا اوكي شاشه LCD، هيدي الشاشه بنقدر من خلالها نشوف درجه الحراره اللي عم نستخدمها، وهذا شيء منه موجود بالفرش التقليديه اللي بنشوفها بالاسواق، وفينا نتحكم بكل بساطه. هون عندنا زر الاون والاوف، وعندنا البلس، وعندنا الماينس. عندنا هون كمان الاسنان، بدي افرجيكم انه هو شغال، اوكي بدي افرجيكم انه هو شغال، لكن بنفس الوقت عندنا هون الاسنان معموله من السيراميك، مهما ارتفعت درجه الحراره بقدر بكل سهوله احط ايدي عليها. اوكي ليش معنى هيك؟ هي ما بتاثر ابدا على فروه الراس. وحبيت كمان كيف الاسنان معمولين بطريقه محطوطين، يعني في عالي في واطي، في على الجواني في تجويف بتفوت بقلب الشعر لحتى تخلص هيدي التشابكات اللي بتكون موجوده. درجه الحراره وصلت 133، ومع ذلك بقدر بحط ايدي بكل سهوله من دون ما احرق ايدي ولا راح احرق فروه راسي. هلا عندنا هون الصبايا، خلينا مباشره ننتقل لسمر ولا هي هوري جيرلز. هيا هون وكمان سمر. سمر يلا فينا نبلش. رح تبلش اول شيء سمر باستخدام الفرشه اللي نحن مقدمينها اليوم، اللي هي طبعا بتعتمد تقنيه جدا متطوره، وهي الربط ما بين فكره استخدام الفرشه التقليديه، صح. والمملس اللي موجود او الموجود عند كل سيده، واللي بالعاده بيحرق ايدنا على فكره. بيحرق ايدنا، صعب انه نحن نتحكم فيه بكل سهوله. واو يعني بحاجه السيده انها تكون عن جد عندها خبره بتسريح شعرها لتقدر تستخدم مملس الشعر بكل سهوله. هون عم نشوف كانك عم بتمشطي شعراتك، ولكن عم بتخليهم ستريت بنفس الوقت، والحلو انه مناسب لكل انواع الشعر، حتى الشعر اللي فيه تشابكات زياده، صح. سهل كثير. وبدي اياكي تشوفي هون قديش انه اصلا طبيعه شعرها اوكي كثير فريزي وكثير كيرلي. شوفي هون خصله لان هي عمالتها قديش شايني وقديش فيها لمعه. طبعا هيدا بفضل النيجاتيف ايون، انه بيعطي هيك مثل الايونات السالبه اللي بتساعد انه يكون مظهر الشعر كثير صحي. طبعا نحن بنستخدمه هيك بهذه الطريقه من فروه الراس. شعراتك. إيه. طيب بقى هون نحكي عن شغله، انت ام وانا ام، طبعا والحمد لله احنا الاثنين بناتنا شعرهم كيرلي. انا بنتي شعرها كيرلي ومنفوش كمان. إيه. فقديش بتتعذبي لو يكون عندك مناسبه فرح او شيء شغله؟ حتى بالايام العاديه ما بقدر مشط لها شعرها بكل سهوله، حتى بعد الحمام اذا بدي نشفه او مشطه كثير صعب. قد ايه هو كيوت بس بنفس الوقت بدنا نمشطه للصبيه بطريقه كثير حلوه. هيا هون شعرها سوبر كيرلي. اوكي بدي افرجيكي كيف انه راح احول شعرها او كم خصله، اكيد لانه ما عندنا وقت كافي، لشعر ستريت كثير حلو من دون ما حتى قديش البنت بتتعذب وقديش بتصرخ لما بتكون تحت ايد الكوافيره، لانه حراره السشوار كثير عاليه. شوفوا معنا هون، خلينا نشوف، بدنا نحط قريب من اوكي فروه الراس، اوكي، وبدنا نمشط الشعر بالطريقه التقليديه. لحظه خلينا نشوف من فوق لحتى يبين معنا الفرق. اوكي شايفين كيف؟ هلا رح اعمل لكم خصله ثانيه ليبين معكم على المظبوط. والحلو أوكي. كمان خاصه الاولاد الصغار اللي بيكون شعرهم كثير كيرلي، عندهم مناسبه او بدكم تمشطوا لهم شعرهم بكل سهوله، بغلبوكم كثير. هي بتكون مضايقه، الام بتكون موتره، هون عندنا فرشايه بكل امان بتمرق على الشعر، بتملس الشعر وبتمشط الشعر. كمان بدي اقول شغله ميثا، انه الشعر اذا ضلوا متشابك
تانجلد على بعضه منه صحي للشعر. أكيد يعني طبعاً. الشعر لازم يتمشط لحتى هيدي الكهرباء زي ما بيقولوا كهرباء الشعر تكون موجودة لحتى تقدر تعطينا الفوائد اللي بده إياها الشعر. هون عم نشوف مع هيا قد ايه بكل سهولة بتمرق الفرشاية وبيتمشط شعرها ومنا منزعجة ابدا من الحرارة ابدا. أوكي. ابدا هيدا الشيء كثير مهم لنا نحن الامهات لانه مستحيل انا بنتي لهلا على فكرة ما عرفت اقص لها شعر ما بتقعد على ايد يعني على كرسي بالصالون صح. فهيدا الشيء كثير مزعج بحب تكون اطلالتها كثير حلوة بالاعياد وكذا بس ما بقدر اعمل هيدا الشيء. لو عندكم الفرشة اللي نحن مقدمينها اليوم رح تقدروا تخلوا بناتكم وانتم كمان باحلى اطلالة بكل الاعياد. في كثير هلا يمكن عم بيشوفونا يقولوا ما بدهم يعرضوا شعر اولادهم او شعره لكتير حرارة ولكن نحن منقلكم أنه الفرشاية اللي نحن عم نقدمها اليوم الحرارة اللي فيها مع توزيع الاسنين جدا جدا مدروسة وجدا آمنة على جميع أنواع الشعر بتساعد على تخليص الشعر وبنفس الوقت على تمليسه فبتحصلوا على إطلالة اللي أنتوا بتكون إياها بثواني قليلة. شوفي هذه الخصلة للأسف حابة أن يكون عندي شي ساعة لحتى أفرجيكم كل النتيجة النهائية بس طبعا لضيق الوقت. شوفوا معي الخصلة بكل بساطة ما عم بعمل أي شيء صارت ستريت. شوف الفرق بين هيدي الناحية وهيدي الناحية طبعا بدها تمشيط أكتر بس لضيق الوقت طبعا ما رح نعمله كلياته. لا بس كتير واضح شوفي نفس درجة الحرارة اللي نحن عملناها أو استخدمناها لتمليس الشعر هي نفس درجة الحرارة اللي واصلة لإيدي هلأ ومع ذلك ما عم تحرق ايدي. فانتوا بتكونوا متاكدين اذا بناتكم هلا صغار بالعمر وهم لحالهم بيستخدموا الفرشه ما رح تكونوا ابدا خايفين عليهم فبتكونوا انتوا مرتاحين. نرجع منعيد لكل الاشخاص اللي انضموا لنا هلا نحن عم نقدم لكم من ماركت كوتور باريس عم نقدم لكم فرشايه ولكن هي اثنين بواحد هي فرشايه للشعر وبنفس الوقت مملس بتساعد كل الاشخاص اللي بيعانوا من تشابك زياده بالشعر شعرهم كيرلي حابين يمشطوه وبنفس الوقت يحصلوا على هيك شعر مالس بثواني كتير قليلة. هيدا هو الحل لكم معمولة بتقنية جدا عالية وبجودة جدا عالية. الماركة اللي نحن عم نقدم لكم إياها هي ماركة فرنسية. سارة شو رأيك نعمل سارة؟ لا سمر. سمر شو رأيك نعمل تحدي؟ نحاول خلال خلينا نشوف لآخر الحلقة ضايل دقيقتين لآخر الحلقة نحاول أن احنا نخلص أنا وأنتي على السريع وخلينا كمان نشوف عنا هون البرنت الموجود قدامك سارة في أهم النقاط اللي بتخص الفرشة اللي احنا مقدمينها اليوم اللي هي 2 في 1 راح توفر عليكم الوقت وراح توفر عليكم المصاري كل هيدا الشيء بتقدروا تحصلوا عليه مع الفرشة اللي احنا مقدمينها. مثل ما عم بتشوفوا أول ميزة كتير حلوة هي الأسنان اللي موجودة هي ضد الاحتراق وبنفس الوقت هي ما بتوصل الحرارة فبتكون كتير آمنة إذا لمست إيدكم وفعالة جدا على الشعر. عنا شاشة LED اللي هي لحتى تعرف درجة الحرارة قد ايه بتكون منا متوفرة بالفرشيات لمشابهة لهيدي بالأسواق. عندنا كمان زر خاص للتحكم بتزيدوا الحرارة وبترفعوها وما ننسى كمان سلك الكهرباء اللي بيلف 360 درجة اللي كمان بيسهل عليكم استخدام الفرشية اللي نحن اليوم عم نقدمها. هيدي الفرشية حل لكل صبية بتعاني من تشابك بشعرها حابة تملس شعرها لكل ام عنجد لكل ام حابة تمشط شعر بنتها بكل سهولة ولي عم نشوف النتائج لحتى الواضحة. انت خلصتي عملت هيك ضربه على السريع شوفي هون ما بين شعره الكيرلي والشعر الستريت كل هيدا الشيء بتقدروا تحصلوا عليه مع الفرشه اللي احنا مقدمينها اليوم من كوتور باريس. رقم المنتج مثل ما هو مبين بيسار الشاشه يعني لا تستنوا دقيقه كمان واحصلوا على هيدي النتائج الرائعه مع المنتج اللي احنا مقدمينها اليوم كوتور باريس. رح نترك هلا اكيد سمر تكفي شعراتها وشفنا النتائج قد ايه كانت كثير واضحه معكم. للحصول على منتجنا اتصلوا فينا على الارقام الظاهره على الشاشة والخاصة ببلدكم وما تنسوا أبداً